عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. ورجعت لكم في وصفة أخرى بنينة، نكهتها وريحتها التونسية خارجة من الفيديو. هي في الحقيقة الوصفة وصفة خبز ميني باجيت، أما كيف تعمل خبز وفيحت ريحته ذكرني في خبز تونس، بالأخص البنة والتقرميشة متاع الخبز. وهذا جيب لي فكرة باش نعمل ساندويتشات مشخشخة على الطريقة التونسية. ملا تشوفوا الوصفة وليز أستيس باش يجيكم الخبز كيف خبز المخابز بالضبط. أول حاجة خديت 500 غرام فارينة دقيق أبيض، خديت مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة خل، مغرفة كبيرة خميرة خبز، ومغرفة كبيرة خميرة في المكونات هي في الحقيقة مغرفة كبيرة سكر ونص مغرفة صغيرة خميرة حلويات. 390 مليلتر ماء. أول حاجة عملتها، أول أستيس هذية باش تعوض لك المحسن متاع الخبز، حطيت مغرفة صغيرة خل، حطيت في وسطها نص مغرفة صغيرة خميرة متاع حلويات، خليتهم يتفاعلوا وصبيتهم على الفارينة. من بعد حطيت باقي المكونات اللي هي الخميرة متاع الخبز والملح، وبديت نصب فك الماء ونعجن. الماء بالطبيعة دافي، أنا استعملت لهنا 390 جرام 390 مليلتر ماء، أما بالطبيعة أنتوما تبدأوا الماء بشوية بشوية وتزيدوا على خاطر كل فارينة وكيفاش، معناها كل نوعية متاع فارينة، فما فارينة تشرب فارينة ما تشربش، نجم تستهلك لك أكثر كمية ماء. أنا 390 مليلتر الكل كملتهم، وكما تنجم تستهلك لك أقل. معناها هكاك قعدت اللم في الخبز وكهول هنا ما عجنتش، كما تشوفوا العجينة هكا طرية برشا مرخية وتتلصق في اليد. غطيتها شوية بشوية بابي واحد فيلم اليمونتير، غطيتها خليتها ترتاح ربع ساعة، ومن بعد رجعت لها باش نبدا نعجن فيها بالطريقة هذه. وهذه زاد أستيس أخرى، العجنين الباجيت بالطبيعة انتوما أنا عملتهم خبيزات صغار، انتوما تنجموا تشكلوهم بالطريقة اللي تعجبكم، نفس الطريقة بتاع العجنين ونفس الكمية ونفس كل شيء، تنجموا معناتها تشكلوهم بالطريقة اللي تعجبكم انتوما واللي تساعدكم انتوما. هذه الطريقة متاع العجنين بتاعهم، ماكش باش تعجنوا معناها كيف الطريقة العادية متاع العجنين، معناتها من المستحسن زادا متحطوش في الماكينة. بالطبيعة اللي يحب يحطو في الماكينة هو ينجم زادا، مش باش يجي حاجة خايبة، لكن هذه الطريقة الصحيحة متاع العجنين. كيما هكا تهز العجينة وتضربها، معناها كي تطويها هكا على بعضها تضربها، ونقعد هكيكة معناها حتىش لين العجينة تتعجن بالباهي، تولي تترشق في داية، تولي عجينة مطاطية تتلم، ما عادش تلصق برشا للدرجة هذه. وتو تشوفوا كيفاش العجينة باش تبدل القوام نتاعها بشوية بشوية. أنا في كل مرة نعجنها نعمل العملية هذه لمدة 5 دقائق، نغطي العجينة بالمعون اللي كانت فيه ونخليها ترتاح لمدة دقيقتين ما كثرش، باش هي ترتاح وباش انا زاده نرتاح، خاطر التعب صراحه العمليه، لكن وقت اللي نخدمه في عقلنا معناتها ماهيش باش تعبنا برشا. دونك لهنا رتحتها دقيقتين كما قلت لكم ورجعت نعجن فيها. والعمليه هذه عملتها 3 مرات، يعني عجنتها رتحتها دقيقتين، رجعت عجنتها 5 دقائق، رتحتها دقيقتين ورجعت عجنتها 5 دقائق اخرين كهو، ومن بعد خليتها باش تخمر. كما تشوفوا ديجا العجينه ولات هكا بدا يتبدل القوام نتاعها، بدات تولي معناتها ملساء، معناتها ولات رطبه اكثر العجينه، بدات ترطاب، اما مازالت ماهيش حاضره. كيفاش نعرفوها معناتها اللي العجينه ما حضرتش؟ وقت اللي نشدوها نجبدوها كيما هكايا نشوفوا العجينه باش تتقطع في يدي. هذيك كيما شفتوا فوالا، هذيك معناتها العجينه مازالت ما تعجنتش، زدت خليت رتحتها دقيقتين اخرين وزدت عاودت نفس العمليه. قعدت نعجن حتىش لين كيما قلت لكم العجينه كيما تشوفوا فيها ولات بدات تتلم اكثر. هنا العجينة متاعي حضرت كيما تشوفوا فيها، القوام متاعها تبدل كومبليتمون، ولات مطاطية، ولات معناتها وقت نشدها في يدي ما تتقطعليش وتتمطط في يدي تتجبد، ولات معناتها الوجه متاعها أرطب.
دهنت المعون بشوية زيت، حطيت فيه العجينة وخليتها تخمر حتى شني وليت معناتها ضعف الحجم نتاعها ثلاثة مرات تقريبا كما باش تشوفوها تويكا. معناتها كيفاش هذه الحجم نتاعها وهي مازالت ما خمرتش، غطيتها بالبابي اليمونتير، غطيتها بمنديلة وحطيتها باش تخمر وشوفوا الحجم نتاعها قداش وليت كيفاش ضعفت. بعد ما خمرت العجينه صبيت كميه، حطيت كميه نتاع فارينة وقعدت وحطيت عليها العجينه وشوفوا كيفاش باش نعمل لها. معناتها باش نهزها باش نطويها كما نقولوا على أربعة، ومن بعد باش نقصها. كما شفتوا نشكلها بالشكل هذايا بالطول ونبدا نقص فيها. انا قصيتها على 8 قطع، معناتها باش نعمل بها 8 خبيزات لكن هما خبيزات صغار. معناها انتم بالطبيعه تنجموا تشكلوها بالطريقه اللي تحبوا على حسب كبر الخبز معناتها اللي باش تعملوه، باش تعملوا باجيت كامله، باش تعملوا معناتها على حسب الشكل اللي تحبوا تعملوه. مانيش باش نكعبرها برشا كيما تشوفوا، جست هكا باش نلمها ونحط لها ننظم لها الشكل نتاعها هكا هاو، باش ما خرجش منها الهواء على خاطر نحب يقعد فيها اكثر كميه من الهواء. وخليتهم يرتاحوا، بعد ما حضرتهم خليتهم يرتاحوا كل 5 دقائق ما اكثرش وبديت نشكل فيهم. انا قصيت بالعينين معناتها وشكلتهم هكيكا معناتها حسب بعينيا، معناتها ما استعملتش ميزانه. ما اللي تحب تكون دقيقه معناتها تستعمل ميزان، وباش تقصهم الكل القطاع الكل نفس الحجم ونفس الكبر. وهذه الطريقه اللي بديت باش نشكل بها الخبيزات، حليتهم هكا شويه. الفارينه كنت نستعين بها ما شويه، ما تكثروش الفارينه معناتها هي العجينه تلصق الباقي مازالت في اليد، اما معناتها ما نكثروش الفارينه. نحاولوا في عود ما نحطوا نرشوا الفارينه معناتها فوقها ولا تحت العجينه، معناتها نقصوا على قد ما نقدروا، حتى كان رشينا رشوا كميه قليله، والا ببساطه معناتها نحطوا يدينا هكا بشويه فارينه ونخدموا بها باش ما تلصقش في العجينه. هذه الطريقه اللي شكلت بها الخبز. حليت العجينه طويتها، انا استعملت يدايا معناتها ما استعملتش القلقلم، تنجموا تستعملوا القلقل، ولو انه هذه معناتها الطريقه الصحيحه والطريقه احسن انك تشكل الخبز. كما قلت لكم حليت العجينه طويتها، ووقت اللي نطويها نسكر عليها كيما هكا، ومن بعد نزيد نطويها ونسكر نسكر عليها معناتها نقرصها هكا بدايه باش ما خليهاش محلوله، سينو من بعد وقت اللي تطيب باش تتحل. نروليوها هكا بدينا بشويه والاجناب باش يجيو اجناب معناتها جوايدين، نجودوهم بدينا كيما قاعده نعمل. ولهنا الخبيزات نتاعنا حضروا، خليتهم باش يزيدوا يرتاحوا ربع ساعه 20 دقيقه ما كثرش، يزيدوا يخمروا، ومن بعد رشيت عليهم شويه فارينه كيما قاعدين نشوفوا لهنا وشققتهم. ماذا بيكم سكينة تكون ماضية ولا كان فما متوفر اللام معناتها يكون أحسن تشقيقهم باش يجيو معناتها مجرحين بالباهي. الخبزات الأخرين دهنتهم بشوية حليب أكا هاو وشقيتهم بطريقة أخرى في الوسط. وملي تخمر العجينة ونبدأ باش نقصها ونشكلها، نخدم الفور على أقصى درجة حرارة عندي ونشعله من فوق من اللوطة، وكان متوفر المروحة زيد نخدم المروحة ونحط طبق هذي اللي تشوفوا فيه شوية ماء باش يعمل بخار، هذيك اللي يوفر لنا اللون الذهبي نتاع الخبز ويعطينا التقرميشة اللي نحبوا عليها. ولهنا الخبزات نتاعنا حضروا كما تشوفوا محليهم لونهم وكد قرميشة فيهم زادة محليها، سورتو مش شكل الخبز اللي يجي هكا طري ومش هذا الخبز اللي حشتنا بيه الباقيت، ما ينجمش يكون بالنوع هذاك، كل نوع خبز وكيفاش. ولهنا كما قلت لكم جاتني الفكرة باش نعمل كاسكروت تونسي، دونك خديت قصيت سلايطة تونسية قصيتها الكل جويدة معناتها بالطريقة اللي تعرفوها المعتادة، فوحتها بشوية زيت زيتونة، قارس، ملح وفلفل أكحل، سمرت كعيبة بطاطا وكعيبة عظم، قصيتهم وفوحتهم كيف كيف بنفس الطريقة، زدت عليهم رشة معدنوس ورشة بصل جيتين والبقي الطريقة معناتها الحاجات المعروفة. حطيت اول حاجه بالطبيعه الهريسه، برشا هريسه وبرشا حروريه،
وحطيت من بعدها سلطه الخضره، حطيت من بعدها سلطه البطاطا والعظام المصموتين، حطيت التون وعملت رشه معدنوس ورشه بصل وكعبه زيتون وقرين فلفل برلعبيد. وهذه هو حضر الكاسكروت نتاعنا، معناتها سهل برغم كثر على ما هو معناتها بنين، على ما هو سهل ما في حتى شيء. ونكهة الناس الكل تعرفها، النكهة هذه قديشها بنينة قديشها تونسية معناتها 100%. والساندويتشات حضروا كما قلت لكم ريحتهم ونكهتهم وبنتهم خارجين من الفيديو. والوصفة متاعنا اليوم وفيت، إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم. إن شاء الله نرجع لكم في وصفة أخرى إن شاء الله. بسلامة، تبقوا على خير، بالبعد.